ما معنى بؤرة الزلزال؟ بؤرة الزلزال هي نقطة توجد على سطح الأرض وتقع مباشرة فوق نقطة مركز الزلزال، حيث يبدأ الصدع بالتشقق، مما يؤدي إلى وقوع زلزال. ومن الممكن أن لا تكون آثار الزلزال أشد في محيط بؤرة الزلزال، ويمكن تحديد موقع البؤرة عن طريق حساب الأقواس من 3 مراصد زلزالية أو أكثر. فمع انصاف أقطار الأقواس المتناسبة مع زمن انتقال الموجات الزلزالية من المركز نحو كل محطة، يتم تحديد نقطة تقاطع الأقواس حيث تكون بؤرة الزلزال. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن إجراء تحليل جبري مكافئ في برامج الحاسوب للحصول على نفس النتيجة. يوجد أنماط واضحة فيما يتعلق باختلاف العمق البؤري حسب الموقع، والتي يتم تحليلها حسب الخرائط الزلزالية، وتشمل هذه الأنماط حيث يكون العمق البؤري في الزلازل العميقة أعمق من 300 كيلومتر، وتوجد بشكل متلاصق في منطقة الإندساس على طول حدود الصفائح المتقاربة مثل صفائح نازكا في أمريكا الجنوبية. تزداد الأعماق البؤرية تحت الصفائح الرئيسية فوق الحدود المتقاربة في اتجاه ميلان مناطق الإندساس مثل صفائح لوحة نازكا المنحدرة أسفل أمريكا الجنوبية، وزيادة عمق البؤر نحو الداخل من القارة. تكون الزلازل الضخمة عادة زلازل سطحية، حيث يتم إطلاق الطاقة الزلزالية بشكل أقرب من سطح الأرض. تتميز حدود الصفائح المتباعدة مثل نظم المرتفعات في شمال المحيط الأطلسي والوديان القارية القاحلة في شرق إفريقيا بأعماق البؤر الزلزالية التي تقل عن 33 كيلومترا. يوجد فرق بين بؤرة الزلزال ومركزه السطحي، حيث أن المركز السطحي هو المركز يعتبر النقطة التي يبدأ فيها الزلزال، ولذلك فإنها تقع دائما على نفس العمق من سطح الأرض. ومن الشائع الإشارة إلى موقع الزلزال بتحديد موقع بؤرته على الخريطة، والتي تقع مباشرة فوق مركزه السطحي. يظهر الضرر الناجم عن الزلزال في الهياكل المادية التي صنعها الإنسان، ويكون الزلزال أكثر احتمالية للتسبب في الإصابات والوفيات والأضرار في المناطق التي تكون أقرب إلى بؤرة الزلزال، والتي تكون مأهولة بالسكان، حيث تترك الزلازل التي تقع في المدن المزدحمة وراءها أرصفة وشوارع محطمة وأشجار وخطوط كهرباء متساقطة ومنازل ومباني مهدمة.